السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين ومحبي قناه الصحه والجمال في كل الوطن العربي في احبابنا في السعوديه في الامارات في الشرق العربي في الجزائر حبيبنا في الجزائر المغرب تونس في الشرق او في الغرب في العالم العربي كله مع قناه الصحه والجمال وتملي نقدم لكم المفيد المعلومه المفيده ومعاكم الدكتور صفحي محمود استشاري الجهاز البطني والكبد هنتكلم النهارده على تاملات طبيب في رمضان وما أدراك ما رمضان رمضان طبعا شهر الصيام الآية بتقول رمضان آه إن أنزلناه في آه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان وتكملت الآيات فمن شهد منكم الشهر فليصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر رمضان هو شهر الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم نشوف التوازن ونشوف الترتيب بين قراءة القرآن وبين الصيام. ولأن الإنسان أساسا مكون من جسد وروح، ولابد يكون في توازن بين الجسد وبالروح، ولابد يكون في غذاء للجسد كما يكون في غذاء للروح، ولابد يكون في اهتمام بالصحة النفسية والروحية، واهتمام بالصحة الجسمانية. لهذا كان القرآن قراءة القرآن مكملة لصيام رمضان القرآن بيعالج الأثار النفسية والأثار الروحية وبيعلي الهمة وبيعلي الحالة النفسية للجسم والصيام بيصحح كل ما هو موجود بنجد الجسم الإنسان صوم تصحوا كما ورد في حديث الرسول عليه السلام رمضان شهر عبارة عن بيحصل فيه تصحيح لكل مسار السنة كوريكشن لكل اللي عملناه في السنه. نيجي من الناحيه النفسيه قراءه القران بتهذب الروح بتهذب النفس. وجدنا ان تهذيب الروح وتهذيب النفس وعلو الهمه بقراءه القران بيكون ناتج عنه ان كتير من خلايا الجسم بتتجدد. المناعه بتاعه الجسم بتزيد. التوتر العصبي والتوتر النفسي اللي هو بيأثر على حاجات كتيرة ويربك حاجات كتيرة في الجسم بتقل يعني الحموضة بتاعة المعدة بنلاقيها بتقل القانون العصبي بيتحسن بنلاقي بالوضع بيتحسن حاجات دقات القلب يعني تأثير قراءة القرآن والخشوع في رمضان والجو النفسي والجو الروحاني اللي موجود في رمضان ليه تأثير على الجسم دي نقطة عايز أوضحها دي تاثير على الجسم تاثير ايجابي جدا اول حاجه احنا بنقولها للناس اللي هم عندهم ستريس كتير وتنشن وضغوط الحياه وكده هو بنقول هدي هدي شويه انت كويس اطمئن شويه القانون العصبي من ضمن اهم طرق العلاج بتاعته ان احنا ندي حاجات مهدئه نقصر العيان ان هو اهدى شويه الامور كويسه ان شاء الله بس تابع دقات القلب جهاز الدوري دقات القلب الاقيها بتقل اثناء فتره الصيام بدل ما هي مثلا 72 في الدقيقه زي ما معروف كلنا عارفين الاقيها وصلت حوالي 60 دقيقه في 60 دقه في الدقيقه معنى كده هو ان في خلال ال 16 ساعه بتوع الصيام الاقي القلب وفر مجهود بدل ما يدق 72 مره في الدقيقه بيدق 60 مره في الدقيقه حوالي 2000 دقه وفرها في خلال فتره الصيام حوالي ثلثين مجهوده اتوفر بالنسبه لي اشتغل ثلثين فضل تلت القلب توفرت الفتره اللي الباقيه دي كلها ريحت القلب وريحت الدوره الدمويه وريحت الشرايين بشكل كبير جدا المخ والاعصاب والتوتر والامراض العصبيه بتقل بشكل كبير جدا جهاز المناعه جهاز المناعه بيزداد وبيتحسن وبيبقى قوي جدا ده كله بسبب الصيام والجو النفسي ولهذا لازم اربط بين فايده الصيام من الناحيه الجسديه وفايدة الصيام من الناحية النفسية والروحية صوموا تصحوا نيجي بقى لإيه لجهاز الهضمي بالذات في أثناء رمضان طبعا أكبر مستفيد من رمضان هو الجهاز الهضمي الجهاز الدوري شغال ملوش علاقه السنة كلها، الجهاز العصبي شغال ملوش علاقه بالسنه كلها، الكلى والجهاز البولي كده هو انما الجهاز الهضمي بيختلف، الجهاز الهضمي ده هو جهاز رمضان. بيحصل ايه؟ بيبقى ليه مواعيد عمل اصبح من المغرب الى الفجر بيشتغل ناكل ونشرب ونبسط وكده هو ما فيش اي مشاكل ده وقت عمل من بعد الفجر لا ده وقت الاجازه وقت الراحه خلاص قفلنا المحل وده وقت راحه طبعا ان يكون في تنظيم بالشكل ده الحمد لله رب العالمين نعمه كبيره جدا ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا لمصلحتنا ان عندنا اوقات عمل للجهاز الهضمي وعندنا اوقات راحه للجهاز الهضمي هي اجباريه بس لصالحنا الوقت دون وقت راحه ايه اللي بيحصل في اثناء وقت الراحه بالنسبه للجهاز الهضمي احنا في عندنا امداد خارجي وامداد داخلي للاكل امداد خارجي ان احنا بناكل حد جعان بياكل حد عطشان بيشرب حد عايز حاجه وكذا حاجه بيبسي 7 مش عارف ايه اكل خارجي كوك اي حاجه تتكون فده امداد خارجي تمام ده اثناء فتره الاكل والشرب الامداد الخارجي ده طالما موجود الجسم ما بياخدش حاجه من اللي موجود عنده عنده مخزون مخزون كالوريز وطاقه ودهون وكده هو طول ما الجسم بيجي له امداد خارجي ما بيبصش للامداد الداخلي الحاجات الموجوده الداخلية المخزون من دهون واحنا عارفين كويس جدا ان الدهون لما بتزيد عن الحد هلاقي دهون الدم زادت الترايجلسرايد والكوليسترول والال دي ال هلاقي ان الدهون ابتدت تخترق بعض اجهزه الجسم زي الكبد نسمع عن الكبد الدهني طبعا ومشاكله الاقيها تحولت حوالين القلب حوالين الكلى الاقيها تحت الجلد اصبح الانسان ده اوبيز وفاتي وانسان سمين جدا هل حد يرضى بالصوره دي ان واحد يبقى سمين جدا وكدهون وفي دهون على الكبد ودهون على الكلة القلب ودهون على الكلى محتاجين نحرك الدهون دي محتاجين نشتغل فهنشتغل ازاي واحنا عاملين امداد خارجي امداد خارجي امداد خارجي ولهذا الفتره بتاعت قفل الجهاز الهضمي من الفجر الى المغرب فتره قفل ايه ما فيش شغل ما بيشتغلش جهاز ما تدخلش حاجه هنبتدي ناخد من المدهون اللي جوه طبعا اول حاجه بتضيفنا في الجهاز الهضمي بالنسبه لرمضان المعده وما ادراك من المعده المعده عندنا بنبص تلاقي انت عارفين طبعا نسمع عن قرحه المعده عندنا قرحه المعده، قرحه المريء، قرحه الاثنى عشر ماشي. الجهاز الهضمي بيتكون من ثلاث اجزاء. خلوا لي الصوره بس الله يكرمك كده شويه نشرح عليها. الجهاز الهضمي بيتكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو اللي احنا بنتناول الطعام المسؤول عن الهضم ابتداء من الفم واللعاب والاسنان والبلعوم المريء لغايه لما تدخل المعده. المعده ليها فتحه دخول دي مهمه جدا وهذكرها دلوقتي. ليها فتح دخول بتدخل الاكل زي ما احنا شايفين فوق كده اهو الانبوبه اللي فوق دي ده بداية المريء واتصاله بالمعده دخول الطعام المضغه بتاعت الطعام بتنزل للمعده فتحه الخروج بتبقى مقفوله وفتحه الدخول مفتوحه لا تك 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 لغايه لما بناكل 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 امتلأت المعده والحمد لله استكفينا تقفل فتحه الدخول ويبتدي اللي بالاتنين فتحه مقفولين فتحه الدخول وفتحه الخروج للمعده مقفولين ويمتزج الطعام بالعصاره المعديه المعده بتفرز حاجتين اتنين اساسا بتفرز الحامض اللي هو سي ال حامض الهيدروكلوريك وبتفرز لنا العصاره المعويه اللي هي بتساعد على الهضم المفروض ان غشاء المعده مبطن بغشاء مخاط عشان يحميها من الفراز الحامض الزايد تمام طب ازاي بتحصل القرحه القرحه بتحصل لو حصل خلل بين التوازن بين الحامض اللي بيفرز وبين الغشاء المخاطي اللي هو طبيعي اللي بيديني وقايه لو حصل اختلال في التوازن دون الحامض زياده فبالتالي بالتالي ابتدى يتاكل الغشاء المخاطي بدينا ناخد مواد بعض الناس اللي عندهم امراض في المفاصل والامراض العمود الفقري وكده بيضطر ياخد مسكنات بياخد مسكنات كتيره فالمسكنات الكتيره وجودها باستمرار بيزود الحموضه وبيعمل على تاكل جزء من جدار المعده الناس اللي عندها ستريس في حياتها قلق وظروف عمل ومواصلات ورجوع وزحمه وحاجات زي كده وعدم اندماج في الشغل بتاعه معانا اتصال عبد الله اتفضل عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله انا بتابع حياتك يا دكتور وعجبني تعبير حضرتك المستفيد الوحيد يا. من الصيام هو الجهاز الهضمي اتفضل أه وكان سامعني حضرتك يا دكتور؟ سامعك اه بس حضرتك بس يعني هل ممكن مثلا اعمم الفكره بتاعت رمضان بمعنى اني اثبت مواعيد الاكل والشرب مثلا بعد رمضان يعني يبقى في ميعاد ثابت للإفطار ميعاد ثابت للغدا، ميعاد ثابت للعشاء ولا اسيب نفسي لمساله ان انا اجوع اكل وخلاص يعني ايهما افضل اثبت مواعيد ولا اسيب نفسي لما اجوع اكل لا طبعا وشكرا لحضرتك شكرا لله شوف يا حبيبي رمضان بيعلمنا ان احنا نعمل مواعيد ثابته يعني انت حتى لو تلاحظ شوف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هناخد كل حاجه من الدنيا يا جماعه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ايه ان المعنى الحديث يعني ان المسلمين ما زالوا في خير طالما بكروا بالفطور واخروا السحور لو تلاحظ تلاقي كان عايزين ناكل كلنا في دقيقه واحده الى وقت المغرب يقول الله اكبر حتى ما قال لك قال لك ما تنتظرش اكمال الاذان في بعض الناس يقول لك لغايه لما يخلص التشهد في بعض الناس يقول لك لما الاذان يخلص انما معنى الحديث ما زالوا امتي في خير ما بكروا الفطار يعني مجرد ما يقول المغرب الله اكبر مجرد رسول الحديث صلى الله عليه الصلاه والسلام اذا رايتم الشمس تغيب منها هنا والليل يقبل منها هنا معنى الحديث فقد وجب الفطار معنى الحديث فبالتالي وكان بنتعلم النظام وكان بنتعلم الوقت مش بالساعه لا بالدقيقه كمان ماشي بالاضافه الى ان لو تلاحظ ان الوقت ده لكل المسلمين بالنسبه في المنطقه تخيل شوف معدل النظام نظام ليك انت شخصك، نظام ليك نظام لكل المدينه كله بياكل في نفس الوقت في نفس الميعاد ماشي؟ وكله بيمسك في نفس الوقت في نفس الميعاد. الاجابه واضحه كل ما يكون موعدنا منتظمه الجهاز الهضمي منتظم، اخراج المعده للعصاره بتاعتها للحامض بتاعها بينتظم اصبح ما بقاش فيه اكسس. المشكله المعده بصفه عامه اللي هنركز عليها النهارده ان زياده افراز الحامض عمال على بطال يعني يأذأذلب لب ياخد مثلا بسكويت ياخد مشروب ياخد كذا فبالتالي المعدة شغالة على طول مفيش وقت ترتاح مفيش نظام عدم الانتظام هو السبب اللي بيعمل للخلل زي ما قلت بين الحامض بتاع المعدة وبين افراز الغشاء المخاطئ اللي بيحمي المعدة نفسها ارجع تاني بقى اقول ان ايه ان قرحة المعدة او قرحة الاثنى عشر لو كانت الاثنى عشر او قرحة المريض من ضمن الاسباب بتاعتهم ان زيادة افراز الحامض اكتر من اللازم زيادة افراز الحامض في عندنا بعض الناس تسبب التوتر التوتر النفسي والعصبي والقلق وظروف الشغل وظروف الحياة وكلام زي كده وان وده جزء لسه بديت بديت فيه الحلقة ان انا قلت شهر رمضان هو شهر القرآن الاطمئنان النفسي الاطمئنان الروحي الخشوع هيجيب لنا فايدة كبيرة جدا هيريح كل الاسترس وكل الضغط النفسي ده كله مع انتظام الاكل، شوفوا شوفوا التوازن، شوفوا الجمال بين انتظام الجهاز نفسه، جهاز الهضم والمعده وبين الـ 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 الراحه النفسيه. بدون شك في علاقه بين المخ والاعصاب وبين اعضاء الجسم بما فيها المعده طبعا. النتيجه اشارات من المخ ان الوقت ده وقت مناسب للاكل بناكل. ماشي الحال؟ الوقت ده مناسب للاخراج مثلا بنخش الحمام ونخرج، ففي علاقه بين المخ والاعصاب وبين اجهزه الجسم مختلفة زي ما قلت ان المعده ليها فتحه دخول وفتحه خروج بيخش الاكل من فتحه الدخول لغايه لما تمتلئ المعده وتبتدي المعده تشتغل بشرط ان ما يكونش يكون في التوازن ده موجود بين الغشاء المحاط للمعده وبين ايه الحامض وافرازات المعده. لو حصل خلل في اللي دون احتمال تحصل لي تقرحه معده طبعا يا اما تقرحات سطحيه يا اما قرحه عميقه حسب ايه انواع القرح اللي موجوده. في الصوره اللي بعدها هتلاقي ان هي نشوف ارتجاع المريء يعني ايه ارتجاع المريء او اللي هو يسبب له قرحه في المريء بعد كده انا قلت دلوقتي شرحت ان الاكل بينزل من المريء عشان يخش المعده اللي بيفصل بين المريء وبين المعده الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز ده المفروض بيخلي بيحافظ لي على ان فتحه الدخول تفتح وقت دخول الاكل وبعد ما اكتمل دخول الاكل تقفل وبالتالي زي ما قفلنا الباب مثلا قفلنا الباب، الباب اتقفل كويس جدا، أصبح مفيش حاجة ترجع. لكن لو كان الباب ده ما كويس، ما بيوربش كويس، جزء لسه مفتوح. أصبح جزء من الحامض ده ممكن يطلع لي فوق في المريء. وبالتالي الحامض غير مهيأ ليه إن هو يكون في المريء. المريء الوسط بتاعه قلوي، المعدة الوسط بتاعها حامضي. فبالتالي ألاقي جزء من الحامض طلع فوق. يبتدي يحصل إيه؟ حرقان، هارت بيرن. الواحد من حرقان عندي. اه ادي الايه؟ الفيديو عشان يوضح لنا ادي الحجاب الحاجز اللي انتم شايفينه اللي عامل زي القوس ده القبه ده المريء نازل اخترق الحجاب الحاجز وعشان يخش على المعده اللي انتم شايفين الاصفر ده الدنور دلوقتي ده المريء هيخترق الحجاب الحاجز اللي هو بيفصل بين الصدر وبين البطن وبيفصل بين المريء وبين المعده المعده جوه البطن تمام ايوه ادي الم... ادي الغذاء يعتبر نزل اهو دخل المعده تمام كده ايوه شايفين الغذاء بينزل وبينزل؟ وبيخش جوه بالظبط اهو ادى الايه الهضمه البلعه بتاعت الغاز وقفل شفت شفت القفله ازاي؟ المفروض ده القفله دي طبيعيه كده بحيث ما تسمحش ان الحامض حركه المعده اللي شايفينها حضراتكم ما تسمحش ان الحامض ومحتويات المعده تتر ترجع فوق تاني تمام؟ ده الـ ده الايه الشكل الطبيعي للحجاب الحاجز المريء والمعدة جزء الغليظ من المعدة. المعدة بتشتغل وفيها سائل طبعا الحامض والعصارة المعديه وبتمتزج مع الاكل علشان تساعد الهضم بتاعه في الحركه الطبيعيه دي وفي الامور الطبيعيه ده شوف بقى لو كان في جزء مفتوح بقى ما بيقفلش كويس ايه اللي هيحصل عاد الحامض رجع طلع فوق وده طبعا هو المرض يبقى احنا شفنا قدام عينينا الصوره الطبيعيه ان الحجاب الحاجز المفروض بيقفل على المريء فبالتالي بيمنع ان ارتجاع الفضلات موجود الاكل والعصاره الحامضيه تطلع فوق الارتجاع ده من الحاجات اللي هي صعبة جدا بيجي العيان المريض بيشتكي اه شفت شفت طلع فين اللي طلع ده كله ده جزء من الحامض طلع فوق في المريء المريء التاسعة وابتدى يبقى ايه الاحتكاك اللي موجود ده بين الحامض والوصارة الحامضية والمريء هنا ممكن يحصل طبعا قرحة في المريء ممكن يحصل التهابات مزمنة بارث اسوفيجاس حاجة اسمها ما الالتهابات المزمنة دي قد توصل لي انها تعمل لي سرطان في المكان ده الموضوع جد خطير وبتخلي المريض طبعا مش مرتاح لا بيستفيد من الاكل اللي بيهضمه كويس لا بيستفيد حتى من حياته باستمرار حاسس بألم وغثيان وقد يكون قيء وقد يكون بعض الاحيان قيء في دم الموضوع طبعا مهم جدا التشخيص بتاعه طبعا اعراض المريض اللي هي بتقول لي الصوره هنشك ان يكون في ارتجاع موجود هنا خاصه اذا كان ليه علاقه بالوضع يعني واحد بياكل وبعد ما بياكل بينام فيبتدي يحس بالالم زياده واخد او اثناء الصلاه بياكل وبين بيجي يصلي يحس اثناء لانه في السجود ايه بي... ممكن يساعد على ارتجاع فضلات المعده داخل المريء المطلوب ان احنا نحافظ ادي صوره تانية عشان توضح لي المنطقه دي بتاعه المريء ادي نهايه المريء ودخوله في المعده شايفين الصوره التانية اللي هي صورتين جنب بعضهم بتاع المعده اللي بالاسود ده دا ده دا دا الحجاب الحاجز هنا لما يكون الايه الطبيعي اللي فوق اللي تحت منه لما غير طبيعي فالمسافه بين الحجاب الحاجز واسعه نهايه المريء واسعه فبالتالي بتخلي الايه العصاره المعديه تطلع واضح وحتى السهم موضح المهم رجوع الحامض في الاتجاه المعاكس دون هتاخد مخالفه <applause> رجوع الحامض في الاتجاه المعاكس من هو السير في المعاكس يعني رجوع الحامض في الاتجاه المعاكس دون هيبتالي هيعمل لي التهابات في جدار المريء والالتهابات زي ما قلت ممكن تكون التهابات سطحيه وممكن تكون تعمل لي سمك الكتر التكرار الحدث فالجدار المريء بيبقى سميك وبتتغير خلايا المبطنه للمريء وبالتالي يحصل متابليزيا وبالتالي ممكن يحصل لي لا قدر الله سرطان في المنطقه دي بيجي المريض زي ما قلت بيشتكي من حرقان بيشتكي من ألم في منطقة المعدة، عدم رغبة في الأكل، ممكن ترجيع وأحيانا يكون إيه في دم مع الترجيع زي ما قلت. الاكتشاف اللي إحنا إيه نعمله إزاي عشان نكتشف الحالة دي ونشخصها بالظبط. المنظار. المنظار. منظار المعدة. أبر جي أي تي اندسكوبي. وللأسف يعني في مصر في معظم الدول العربية نفس الوضع إن الناس ريزيست بتقاوم إنها تعمل منظار. يعني ننصحه روح إعمل منظار عشان نشخص. هل في تقرحات في المعدة؟ هل في تقرحات في المريء؟ هل في عندك ارتجاع؟ هل في عندك فتق في الحجاب الحاجز؟ ايه الوضع بالظبط؟ بنشوفه بالمنظار. الناس بت ايه؟ لا بلاش يا دكتور المنظار، أنا ما بحبش المنظار. هو الحكاية إحنا مش بنحب إيه أو ما بنحبش إيه؟ الحكاية هو إيه اللي مفيد؟ إيه اللي المفروض يتعمل؟ ولازم يتعمل. نصيحتي باستمرار للناس إذا الشكوى اتكررت أكثر من مرة. نفس الشكوى، ألم في المعدة. ارتجاع واحيانا قد يكون قيم ليه ما تعملش منظار؟ طب واذا سكت شهر وتكررت الشكوى الشهر الثاني واذا سكت وتكررت الشهر الثالث ليه ما تعملش منظار؟ لازم نعمل منظار نشوف ايه اللي موجود وبنشخصه. المنظار بيوريني بنشوف المعده من الداخل الجدار بتاعها الامامي الخلفي الفتح هنا هو الفتح هو لغايه الاثنى عشر بشوف ده كله فبالتالي بقدر اشخص كمان الاضافه كده هو ان انا ممكن اخد عينات لو شكيت نفرض ان احنا شكينا ان احنا عندنا جرثومه معده طبعا من ضمن اسباب قرحه المعده جرثومه المعده وده موضوع الحقيقه شيق يعني وموضوع مهم جدا وبدينا فيه كدكاتره كتير قوي يهتموا بيه هتكلم عليه دلوقتي حاليا ونجيب صوره لجرثومه المعده معانا فبالتالي انا قلت الادويه اللي هي اه جرثومه المعده ما شاء الله المخرج بتاعنا دي جرثومه المعده الـ H هي بايلوري او الجرثومه الحلزونيه نوع من البكتيريا جرام نيجاتيف رودز الجرثومه دي بتتنقل غالبا عن طريق الاكل والشرب الناس اللي هي بتاكل في مطاعم بتاكل في الطريق ظروف عملها بيخليهم ياكل بره او بيجيب اكل دليفري من المطاعم بالتليفون وكده ومبسوطين ودنيا زي الفل حاجه حلوه قوي معرض ان هو يجيله طبعا جرثومه المعده جرثومة المعدة بتخش مع الأكل بتوصل للمعدة هي بتحب إنها تعيش تحت جدار المعدة بتحفر زي إنها حلزونية لنفسها وبتعيش تحت جدار المعدة عشان تحمي نفسها من الحامض وتتكاثر المية 100 يبقوا 200 ال 200 400 400 800 وهكذا تتكاثر طول ما موجودة جرثومة المعدة تحت جدار المعدة الجدار ده غير مستقر محتقن في التهاب زيادة حموضة عملت تترز افرازات كثيرة لغاية لما دي مرحلة يعني جرثومة المعدة أنا بسمها اللي مراحل المرحلة الأولانية اللي هي دخول الجرثومة تحت جدار المعدة وتتكاثر تحت جدار المعدة وتستمر ماشي لغايه هنا هو ان الاعراض اعراض ممكن واحد يقول عسر هضم لا شويه حموضه لا خد شويه سيفن اب لا خد اشرب لبن اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن خد المكسال او خد اي دواء من الادويه اللي هي تهدي الحموضه شويه. وبعدين تتكرر الاعراض وياخد حاجات دي تهدي عليه شويه وبعدين تتكرر الاعراض. اعمل منظار يقول لك انا ما بحبش منظار. طيب المهم جرثومه المعده في الوقت ده انا قلت ان دي المرحله الاولانيه اللي بتتكسر وبتعمل قلق وتوتر في جدار المعده. المرحله الثانيه ايه؟ ان جدار المعده ده مش هيستحمل. فلما مش هيستحمل جدار المعده ابص لإيه؟ اتقطع. اه حصل قرحه. حصل قرحه في المعده. وده من ضمن اهم اسباب قرحه المعده. انا اقدر اركز ان اهم اسباب قرحه المعده الثلاث اسباب الرئيسيه دول. جرثومه المعده، الادويه المسكنات اللي بياخدوها مرضى الروماتيزم والام الظهر والام العمود الفقري معذورين طبعا وبنحاول نشوف لهم حلول النوع التالت اللي هو بسبب الاسترس الزياده في بعض الناس انفعاليين بعض الناس عصبيين قلق توتر ظروف الحياه ظروف عمله المهم يبقى التوتر العصبي ايه الادويه بعض الادويه بالذات المسكنات الاكل الخارجي اللي هو بيحتوي على جرثومه المعده وخلي بالكم كمان الاكل الخارجي دون فيه كميه توابل كتيره هو الاكل الخارجي عباره عن كده دهون كتيره وتوابل كتيره والاثنين بيعالجهم لرمضان اكل خارجي هتلاقي معظم الاسر ومعظم الناس بتتجمع على الغداء امتى؟ يمكن طول السنه ما يتجمعوش زي ما بيتجمعوا في رمضان. ماشي؟ فالجمعه التجميعه دي بتاعة اللمه بتاعة الاسره وبتاعت العيله وبيفطروا مع بعضهم حاجه جميله جدا، مريحه للنفس جدا، كويسه جدا اكل صحي في البيت. إيه بنستفيد بالاكل بتاعنا الاكل معمول زي ما احنا عايزين اللي مش عايز شطه ولا مش عايز شطه مش عايز بهارات مش عايز كذا اللي هو الاكل الصحي اللي يفيده غير الاكل اللي جاي من مطعم الاكل اللي جاي من مطعم نسبه دهون عاليه نسبه بهارات عاليه وبالتالي بالتالي المعده تستحمل ايه ولا ايه فقرحه المعده عاده الاسباب بتاعتها الثلاثه اللي هم رئيسيين الادويه المسكنات التوتر والحاله العصبيه ايه الاكل الخارجي وجرثومه المعده نرجع تاني لجرثومة المعدة المرحلة التانية قلت لما يبتدي جدار المعدة مش مستحمل فينقطع جزء منه ينقطع يحصل قرحة تمام هنا بقى المريض بقى بيرجع بقى للطبيب وعايز حل يا دكتور الموضوع كبير ومش قادر وتعبت احيانا بقى يبقى في قيء وقد يكون مع قيء دم الدم اللي بيطلع مع القيء عادة لونه لون القهوة كافيه جراوند لونه لون القهوة بني والبراز بيتحول الى براز اسود عشان لو حد بيشتكي من المعده وفم المعده ولاحظ ان البراز اسود، البراز الاسود ده هو دم بس عقبال ما نزل تحت بقى لونه اسود. لونه اسود. تمام؟ طبعا المرحله دي مرحله خطيره ولازم التدخل. بنكتشف طريقه تحليل واكتشاف جرثومه المعده. عندنا اربع طرق لاكتشاف جرثومه المعده، الطريقه الاولانيه ان احنا بناخد عينه من الدم نسحب هنا بالدم ونشوف الاجسام المضاده الاجسام المضاده للجرثومه موجوده اذا الجرثومه موجوده تمام وده ابسط تحليل التحليل الثاني ان احنا نحلل البراز عشان اشوف الانتيجين يعني جزء من الجرثومه الانتيجين بتاعها بينزل في البراز فبنكتشفه بالتحليل ان الجل الانتيجين ده موجود في البراز فبالتالي يبقى زي الجرثومه موجوده وده ادق من تحليل الدم وافيد لنا في المتابعه من تحليل الدم يبقى اولاني تحليل الدم اشوف الاجسام المضاده التاني بشوف الانتيجين يعني جزء من الجرثومه موجود في البراز التالت حاجه اسمها اليوريا بريثنج تيست اللي هو اللي بيسموه النفخه يدوك زي البالونه كده كيس تنفخ فيه كده كانت تاخد كبسوله قبليها علشان تميز بين ثاني اكسيد الكربون لان اليوريا بتنقسم سبليتنج لليوريا فتديني ثاني اكسيد الكربون كربون فالجزء من ثاني اكسيد الكربون بتاع الانسان الطبيعي يختلف عن الجزء اللي بيطلعه الجرثومه اللي هو من اليوريا بتاعه الايه بتاعه الجرثومه فبلاقي الايه ثاني الكربون ديوكسيد اللي موجود بتاع الجرثومه فبالتالي ده ادق نسبه الدقه بتاعته يمكن اكتر من 95% بنعتمد عليه كتير جدا رابع طريقه ان انا اكتشف الجرثومه بالمنظار من المكان اللي هشك فيه هاخد منه عينه هسبقها تحت الميكروسكوب وهشوف الجرثومه بنفسها. يبقى دول اربع طرق لاكتشاف جرثومه المعده. جرثومه المعده آه الحقيقه يعني لغايه سنه 2005 كان في جدل هل هي حقيقه هل لا هل نعالجها ما نعالجهاش؟ ايه اهميه جرثومه المعده؟ كان في جدل بين العلماء وكان في جدل بين في المؤتمرات الدوليه كتير قوي. وكانت شركات الأدوية الحقيقة بتضغط اللي هي أنتجت لنا مواد زي الرنتيدين وركبت وكانت بتنتج لنا مواد ضد الحموضة، كانت بتضغط الحقيقة عشان الاكتشاف ده ما يمشيش. اكتشفوا عالم استرالي اسمه بارلي مارشال. الراجل قعد 10 سنين يشتغل عشان يثبت إن جرثومة المعدة هي السبب في 90% من حالات قرحة المعدة. جرثومة المعدة السبب في حالات كتيرة جدا تصل إلى 90% من حالات قرح المعدة. قبل الاكتشاف ده عشان تعرفوا الفرق قبل الاكتشاف ده كان الشخص بنديله احنا كدكاتره البطنه بنديله علاج ادويه رانتيدين سيميتيدين زنتاك دواء المكسال دوا الابيض مش عارف ايه اعمل كذا ما تاكلش كذا سوي كذا ولكن فين في بكتيريا بتشتغل واحنا مش عارفينها فكانت النتيجه ان بتحصل قرحه فعلا لما توصل قرحه اصبح دلوقتي جزء من جدار المعده انقطع هينزف هيتنوا ينزف هيتنوا ينزف هيتنوا ينزف, ينزف, ينزف طبعا غير مقبول ان واحد يقعد ينزف على طول فبنحوله للجراحه دكتور الجراحه ما عندوش غير انه تيك يقوم قاطع نص المعده عشان الجزء اللي فيه القرحه يقوم قاطعه بايه عمل بمبدا ايه الباب اللي جالك منه الريح سد واستريح فيقوم قاطع الجزء اللي فيه ايه قرحه المعده اه دي ده المنظار يا جماعه اللي كنت بقول عليه <applause> وهو عباره عن ايه حاجه بسيطه زي خرطوم صغير بين الفم ابلع ابلع ابلع, إبلع لغايه لما يوصل إيه الى داخل المعده وبنبتدي نشوف شايفين الصوره اللي فوق الطبيعيه ادي جدار المعده جميل زي الفل وردي وزي الفل ومنتظم شوفوا تحت بقى افرادات زياده في بؤر كده موجوده طبعا دي كلها التهابات طبعا فرق. فالمنظر بيوضح المنظر واضح جدا شوفوا الصوره اللي فوق وشوفوا الصوره تحت اللي عليها دوائر ديان شوف المعده جوه المعده ما شفناها بالمنظار شكلها ايه وشوف اللي تحت الثانيه اللي هي فيها التهابات وتقرحات شكلها ايه واضح الصوره فبالتالي المنظار مهم جدا المهم فبيجوا دكاتره الجراحه لقوا القرحه زي كده اهون ما عندهمش حل يقوم قاطع الجزء اللي فيه القرحه ومخيط بيت المعده ويبقى الانسان ده يتعمل له ايه جاستريكتومي وكانت ليه عمليات بالروس 1 وبالروس 2 وكده هو عملية جراحية مشهورة إن هو ازاي يشيل إيه القرحة من المعدة بالجزء بتاعها بعد الاكتشاف دوّن واكتشاف جرثومة المعدة وان احنا بنعالجها بمضادات حيوية تسعين في المية من العمليات الجراحية دي مالهاش لازمة مالهاش لازمة خلصت فكان طبعا النتيجة ان الراجل باري مارشال خد جائزة نوبل سنة 2005 على اكتشاف ودي جرثومة المعدة يستحق طبعا المهم احنا بقى ايه من ساعتها واحنا عمالين ندور بقى اللي يشتكي اكتر من مره من الم في المعده تجشؤ تقيؤ واحيانا لو وصل لدم ده خلاص منظار ما فيش شك فيه لكن لو قبل كده بنصحه روح اعمل هل يا ترى هو ارتجاع زي ما شرحت الارتجاع بتاع المريء هل هو قرحه في المعده فبالتالي عايزين نعالجها ونشوف نعالجها ازاي هل هو لا ده مجرد ايه ان زياده حموضه ومفيش حاجه والبنج كويس والمنظار يقول لي سليم خلاص سليم بس اكون عرفت اكون شفنا وبالتالي افيد المريض اللي قدامي فائده مباشره يعني اللي محتاج علاج بالشكل الفلاني هديله اللي عنده جرثومه المعده علاج هيختلف اثنين مضاد حيوي وبيتاخده لمده اسبوعين وبعدين دي المرحله الاولانيه وبعدين المرحله الثانيه بندي البروتين بامب عشان اخلي مستوى الحامض ما يقلش عن ما ما يزيدش الحامض يعني على وضع معين يعني لازم يكون الحامض مستواه فوق الاربعه المهم ان انا لما اعمل منظار بشوف الوضع ايه وبالتالي بشوف الوضع جوه ايه وبالتالي هعالج صح لكن ما ينفعش ان انا ادي علاج عمياني كده مغمض اه والله ده احتمال يكون كده لا ده شويه حموضه لا ده مش عارف ايه كده هو لا ده شويه زعل بس يعني وخد علاج كده بسيط وتبقى كويس لا مش هتبقى كويس <applause> مش هتبقى كويس الا لو تشخصت كويس المهم ف جرثومه المعده مجرد ما شكيت فيها لازم أعملها تحليل في الاول احنا بنحلل ممكن احلل بدم على اساس ان التحليل سهل او احلل بتحليل عينه البراز وبيطلع من في البراز الانتجين بتاع جرثومه المعده لو موجوده لازم تتعالج طبعا نسبه كبيره من الشعب المصري ووضع الحقيقه من في شغل العالم حتى في العالم الغربي في امريكا في العالم الغربي نسبه كبيره قد تصل الى 50% من الناس حتى في اوروبا وفي امريكا عندهم جرثومه المعده ليتش بايلوري. احنا عندنا هنا إن شاء الله ما شاء الله يعني ممكن نوصل حتى 70 75% عندنا جرثومه المعده. الاكل غير صحي، العادات غير صحيه فبالتالي العدو بقت سهله. يحضرنا هنا الحقيقه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث ده بيعلمنا نظام الاكل الصحي اللي اللي محتاجينه في كل زمن وفي كل مكان يا غلام سم الله مجرد تسميه الله سبحانه وتعالى على الاكل اصبح الاكل ده فيه بركه فيه فايده فتسميه بتفيد في انك انت يعني المخرج بيقول لي خلاص الوقت بزف فباختصار التسميه بتفيد انك انت بتبدا بسم الله تاني حاجة كل بيمينك قاعدة اليد اليمنى كل بيمينك اليد اليمنى المفضلة في الدين اليد اليمنى تاكل بيها تسلم بيها كل ما هو عمل شريف كويس بتعمله بيد اليمين اما الخلاء والدخول لدوره الميه وكده ليدك اليسار فبالتالي الفيكا الاورا روت مش موجود عند المسلمين المفروض كل من هو مسلم كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله المفروض ما بيستعذبش ايده الشمال في الاكل ما بيستخدمش ايده الشمال في السلام على الناس فبالتالي لا هيعدلهم هيعديهم ولا هياخد عدو منهم وبالتالي نرجع باستمرار كده، نرجع تاني لديننا، شوف تعليم ديننا. الموضوع كبير قوي وشيق وباستمرار لازم نفكر ونتأمل. ديننا بيقول لنا ايه؟ ازاي نمط حياتنا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، عشان الواحد يطلع يلاقي منهج. هل معقول حد يتخيل إن الناس والبشرية تجي على الأرض والحياة ما فيش منهج؟ هل هتعيش ازاي؟ وهل كل مجموعة تختار نفسها منهج تعيش عليه؟ ولا نشوف المنهج اللي رب العزه سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا الكون ده هو مشينا على المنهج قال لنا المنهج كذا. اتمنى ان نكون قدمنا شيء مفيد وعلى امل بالقاء معكم ان شاء الله السبت القادم في نفس الميعاد وكان معكم الدكتور صافي محمود استشاري الجهاز الهضم والكبد ومع تاملات وتفكرات رمضانيه ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين.